كنت بقرا في كتاب ديفيد جولايث بتاع مالكوم جلادويل, وهو كان بيتكلم في جزئيه متعلقه ب ازاي ممكن يكون حاجه تبدو ان هي ادفانتج بس ما تكونش ادفانتج, والعكس بالعكس ان حاجه قد تبدو ان هي ديس ادفانتج وتكون هي ادفانتج. فكان جايب مثلا لطيف جدا على موضوع النمبر اوف ستودنتس في الكلاس رومز. اي حد فينا لو متصور المدرسه عدد الاطفال اللي هو الكلاس روم اقل, This is a huge advantage. يعني في مدارس كتيرة جدا مثلا تكون مدرسة إليت أو تكون مدرسة بتخاطب الناس اللي well off, يعني الناس اللي معرفة كتير. Part of their branding and part of their marketing campaign إن هو يكون that we have a very low number of students in class. 10, 12, 13. This is part of the selling points that they sell. And on the other part of the spectrum, لما تكون مدرسة فيها 25 و 30 فصل, مش لازم نقول ان دي disadvantage, يعني مش حاجة سيئة للمدرسة, ده عادي صورة مصر, لكن it's not viewed as an advantage. يعني محدش بيشوف ان دي advantage ان يكون فيها عيال كتير في الفصل. النقطة الجميلة بقى اللي هو بيحاول يأدرس في الكتاب, and he's addressing it very scientifically, ان this is not true. الفصل كل ما يكون فيه أطفال أكتر بس لغاية threshold معين, threshold هو he had the lucky number, I think it was around 30. الأطفال لحد 30 أو زي ما تشوره هو 30 ولا لأ, بس anyways لحد threshold معين كل ما العدد يزيد تحت threshold ده, عشان أبقى واضح, كل ما ده advantage للكيدز. يعني الفصل اللي فيه 25 أحسن ولا الفصل اللي فيه 12, as per what he's suggesting والstudies اللي هو جابها, اللي فيه 25 أحسن. ليه؟ لأن at that age لما يكون الفصل فيه 12 بيقول إن the biggest part of the educational process في الفصل هو الانجيجمنت بتاعة الأطفال والدايفرسيتي والأفكار اللي بتكون موجودة والديسكشنز, حتى لو كانت الديسكشنز دي فيها اختلافات كتير. فلما العدد بيكون قليل الديسكشنز دي بتكون قليلة, فأكوردنلي الفصل كله بيكون mainstream, فthey don't learn from their peers. فمعنى كده إن كل ما العدد يقل كل ما ده ما يكونش كويس. لما تكون مدرسة بتقول أنا الكلاس اللي عندي فيه 10 تلاميذ, this is a huge disadvantage. الولاد مش هيتعلموا زي ما هم بيتعلموا من الفصل فيه 25. طبعا مانجنج ال 25 أصعب وزعيق وناس وعيال بتتكلم وعيال بتعمل مشاكل, it's much more complex. لكن what he is suggesting إن ده this is much better for kids. فالنقطة اللي هو عايز يقولها إن ال disadvantage اللي هي قد تبدو disadvantage عيال كتير في الفصل, it's actually an advantage, والعكس بالعكس. أنا عايز أسقط الكلام ده كله بقى على حاجة مهمة جدا لينا كبارنتس, ألا وهي إن إحنا على طول نشوف إن people our kids having peers, إن this is not a threat for our kids. فنتصور مثلا حد من ولادنا في التمرين إن هو عنده زمايله في التمرين, في ناس ممكن تشتكي ان التمرين يكون زحمه او ان التمرين يكون في ناس كتير فابني مش باين. This is an advantage برضو لحي لغايه نقطه معينه, ان يكون في ولاد وان الولاد دول مستواهم يكون كويس وان الابن بيكمبيت معاهم ومحتاج على طول يكون under pressure healthy pressure ان هو يبرفورم. This is extremely healthy, it's extremely healthy. فده يخلينا ان احنا كبارنتس نبص للبيرز بتوع الولد as peers not as competition. They are fuel for our kids to learn. هما مش competitors, لأن ساعات الواحد البارنت ممكن تاخدهم الحمية وتبتدي بقى النفسيات تطلع ما بين الأهالي إن كل واحد شايف إن الابن التاني خطر على ابنه. أنا شايف إنه العكس تماما, والجزء اللي أنا يعني اتكلمت عليه من الكتاب بيأيد الكلام ده. The peers of your kids are part of his educational process. جزء من تعلم الابن هو زمايله اللي معاه, سواء زمايله معاه في المدرسة أو زمايله معاه في التمرين. They are not competitors, they are part of his learning process. فبس حبيت أوضح النقطة دي وأتمنى تكون مفيدة. شكرا جزيلا.